عزيزتي المتتبعات، اليوم الشيف روزي طبخ الحلويات. اليوم جبت لكم تحليه بطبقتين، يعني تجي بنينه وبريزونطابل، ويعني تحضيرات رمضان. عندي هنا ثلاث مغارف تاع سكر درتهم، خليتهم يتكرملوا كيما هكا. موينه لازم هاد ثلاث مغارف يتكرملوا. يعني كي يبدا السكر تاعنا يذوب نبدا نخلطو فيه هاكا، ولازم تقعدي عساته. من يتكرمل السكر نتاعي راح نزيد له مغرف تاع الزبده، يعني مغرف متوسطه هاكا تاع الزبده، ونخلطو هذيك المغرف. ايوا هنا نخلطوها مليح مع هذاك السكر المكرمل. ومن بعد اللي يذوب الزبده نتاعنا راح نزيد عليها زوج كيسان تاع حليب. يعني كي تزيدي زيدي غير سياسه هكا، يكون دافي شويه باش يساعدك في الحليب نتاعنا، باش يساعدنا في باش السكر ما يطوش معنا في الذوبان. ها هو هنا غادي نخلطو ونخلو حتى يذوب. تخافيش كي تشوفيه كيما هكا مسكر راح يذوب، من الحراره راح يعاود يذوب. في هذه المرحله من بعد اللي ذاب كاع السكر المكرمل هذاك معانا، راح نزيد ثلاث مغارف، زوج مغارف ونص تاع النشا. يعني زيديها مباشره هنايا ونقعدو نخلطو، يعني جيبي خوي ولا وقعدي تخلطي. بان تحصلوا على كريمه فيها بن الكراميل. هاكا ونخلطو حتى المزيج نتاعنا يبدا يثقل. واذا عندك الباطاغون تاع الكراميل زيدي شويه، انا عندي من بعد نزيد شويه. يبدا الخليط تاعي يثقل نزيد شويه. نبدا الخليط يثقل راح نطفي عليه ونزيد فيه قطرات من الباطاغون تاع الكراميل. ها وينا راح نزيد قطرات برك. ها وينا باطاغون تاع الكراميل باش يعطينا النكهه تاع الكراميل. هاهو نخلطه منها يبدا يبرد الخليط نتاعي باش نديره في الكؤوس. هاهو وراح نفرغه في الكؤوس تاعي. يعني انت على حسب الكميه اللي تحوسي ديريها. بسم الله هاوينا الطبقه الاولى. نديرو الطبقة الأولى وخلوها تبرد. في المرحلة الثانية راح نجيب زوج كيسان تاع حليب تاع 250 ملل، راح نزيد عليها زوج مغارف بومبي تاع النشا. هنا في هذه المرحلة ما نديرش السكر على خاطرش عندي إضافات واحد أخرين. هاكا نقعد نخلط فيها حتى تبدا تقلي، يعني تحلية بنينة هذه. في هذه المرحلة ها هنا بعد الخليط تاعي بعد اللي بدا يثقل راح نزيد عليه
علبة تاع الشيكولا، اي نوع تاع الشيكولا عندك، المهم شيكولا. علبة تاع الشيكولا هاكا زيديها فيه وغادي تخلطي. عندك الشيكولا هذه دوك تذوب في هذا الخليط مع رحامي. بعد اللي ذبت هذيك الشيكولا في داك الخليط راح نزيد زوج مغارف تاع شونتيي. هذاك علاه قلت لكم انا ما نديرش السكر في الخليط الاول، خاطرش علاه ملي درت الشونتيي حلوه ولا الشيكولا حلو. ها وينه باش تجي المذاق ما يجيناش حلو بزاف، يعني نديرو غير في كي نزيدو ديك الشيكولا وهاديك الشونتيي صاي المذاق يكون معتدل. ايوا نخلطوها مليح، يعني هذه الطبقه الثانيه. ها هو هنا بعد اللي فرغت الخليط نتاعي الثاني في الكؤوس سويه مليح بالمغرف ولا سباتي ولا مغرف ولا سباتي ولا كوبات ولا اللي عندك، سوي كاع السطح وراح نديرها تبرد ونعاود نتلاقى معكم. مادام التحليه نتاعي راها تبرد جبت كاس شونتيي، راح نزيد عليه كاس ناقص صبع تاع ماء كلاصي. انا دائما ندير هاد القرعه في الكونجيلاتير، ندير قرعه صغيره كيما في الكونجيلاتير كي نسحقها نكون مقلقه دائما نلقاها. هاي وينه وراح نطلعها. عزيزاتي المتتبعات هاي ورا التحليه من بعد اللي بردت ولا الشونتي نتاعي ثاني جبتها من الثلاجه كانت بردت راح نزين بها، يعني كيما تبغي دابا ديري دي روزاس كيما نهار تبغي ديري وحده في الوسط يعني غير كيف كيف. والمعنى انا درتها شويه جامده ما بغيتش هكا. يعني تجي بنينه، هي طبقه تاع الشيكولا وطبقه تاع كراميل يعني مليحه هكا. يعني كاين اللي ديري لها وحده هكا، يعني التزيين اختياري كل واحد وكيفاش يزين الاطباق تاعه. هنا انا ما قلت انا بها جامده انتي كيما تبغي. يعني وتجي بنينه، يعني تحضيرات رمضان تقوليش تخمي واش من تحليه ديريها. ايوا هنا وراح ندير لها شويه تاع فيغميسيل الشيكولا، يعني لا سما عندك انتي ولا اي حاجه عندك تبغي ديريها هاكا. ونتمنى الوصفه نتاعي هذه التحليه نتاعي هذه تعجبكم، ودعموني بلي جيم وتشاركوا في القناه، والى الملتقى باذن الله.